الرابع عشر من يونيو، في مثل هذا اليوم من عام 1800، اغتيال القائد العسكري الفرنسي الجنرال كليبر في حديقة قصره بالقاهرة على يد الطالب السوري الأزهري سليمان الحلبي. وفي عام 1830 القوات الفرنسية تنزل بميناء سيدي فرج لاحتلال الجزائر. وفي عام 1952 تدشين أول غواصة نووية. وفي عام 1962 للميلاد وفي مثل هذا اليوم تأسيس المنظمة الأوروبية لأبحاث الفضاء. في مثل هذا اليوم من عام 2007 حركة حماس تسيطر على قطاع غزة، ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس يصدر قرارا بإقالة الحكومة برئاسة إسماعيل هنية، ويعين سلام فياض رئيسا لحكومة انتقالية.